رغم كل الصعوبات والتحديات بأنه تبتكر وسائل تعليمية عم تساعد الأطفال بالمدارس، وأكيد عم تساعدهم على تسهيل دخول المعلومات لعقل الطفل بشكل خاص وترسيخها لديه عن طريق اللعب. أعزائي المتابعين، أيضا بأدوات بسيطة جدا إلا أنها ربما كانت تحمل أفكار غريبة في طياتها، لكنها لاقت استحسان الأوساط التعليمية. دعونا نتعرف عن قرب على هذا المشروع وعن صاحبة ورائدة هذا المشروع. يسعدنا أن يكون معنا صوتا وصورة الأستاذة المهندسة ميس جمال أبو حجلة، مهندسة الحاسوب وصاحبة المشروع التعليمي. تحياتي لك يا أستاذة ميس. تحياتي لكم. الله يعطيك العافية ويبارك فيك. يا هلا ومرحبا. أهلا وسهلا فيك. يعني لو نبدأ بنقاشنا وحوارنا مع حضرتك بالتعرف على المهندسة ميس. أنا مهندسة حاسوب، بشتغل موظفة حكومية من 6 سنين. قررت أبدأ مشروعي هذا لما ابني دخل المدرسة. حاولت أني أحببه في المدرسة، أعمل له وسائل تعليمية عشان أسهل عليه شوي اختلاطه يعني بالطلاب والمعلمين. نعم. بالفعل أنا عندي ولد، يعني طبعا ربيت. الله يخلي لك يا رب. أعمل الوسائل هاي لإله وأبعثها معه على المدرسة على أساس أسهل عليه وعلى طلاب صفه التعليم يعني والمواد. طبعا إحنا في وضع إنه التعليم المواد كتير صارت أصعب من قبل، الطلاب كتير مشتتين، ما عم ينتبهوا على يعني ما في شيء يلفت نظرهم في الدراسة، ملهيين بالموبايلات وبالإنترنت يوتيوب. فبدي أحاول كنت إني أخليه شوي يلتفت نظره للدراسة يعني أو يحبها أو هيك شيء. حلو. بالفعل بعثت هاي الوسائل معلماته، اتفاجأت يعني بردة فعلهم إنه عم يقولوا لي الوسائل اللي عم تبعتيها كتير أفكارها غريبة، يعني ما عمرنا شفنا زيها، والطلاب كتير عم يتفاعلوا معاها. فشجعوني إنه أبدأ هيك مشروع، والحمد لله بديت المشروع يعني ولقيت كتير تفاعل من الناس. حلو كتير. طيب أستاذة ميس، نحن بصراحة بلشتي أنت تحكينا إنه هو مشروعك بشكل أساسي تحويل أو بداية تصميم لوسائل تعليمية لحتى تسهل دراسة ابنك، يعني من هون بلشت فكرة المشروع. حسب ما قرأت أنا وعم بطلع عن مشروعك، هو مشروعك M&M for Educational Tools. شو سبب تسميتك لهذا المشروع بهذا الشكل؟ ولو نحكي أكثر ونخبر المتابعين. طبعا أنا ميس اسمي، ابني اسمه معتز. فأنا لأنه هو كان بداية مشروعي فخطر لي أنه أسمي المشروع M&M اللي هو أول حرف من اسمي واسمه الوسائل التعليمية. طبعا قلت أنه أخلي لمسة من حياتنا، يعني أنه هذا الشيء جمعنا أنا وياه مع بعض، وهذا المشروع كان بدايته أنه أنا وياه مع بعض. فمن هذا المنطلق بديت هذا الاسم، والحمد لله انشهر الاسم يعني، وأنه صار الحمد لله حلو يعني، انه صار له معنى، شيء له معنى بالنسبة إلي. طيب أستاذة ما ذكرتي بأنه عندما إدارة المدرسة لما شافت الأساليب وشافت الأدوات التي تستخدمينها قالت لك هي أدوات مش متعارف عليها، غريبة لكنها لاقت استحسان لدى الطلاب وأقبلوا عليها بشغف. لو تفصلي لنا أكثر عن هذه الأدوات التي لاقت شغف إلا أنها غريبة في ذات الوقت. بالضبط. هلا أنا أول شيء طبعا لما بديت أعمل المشاريع لابني للمدرسة كانت كتير أشياء بسيطة، يعني أعملها من أشياء متوفرة بالبيت، حتى هذا الورق اللميع الملون، الأشياء البسيطة اللي كنا نستعملها، كنت هاي الأشياء أستعمل على أساس إنه أخلي ابني يشاركني بالوسيلة، وكانت الوسيلة إشي كتير بسيط بس فيها فكرة، كانت هي الفكرة الغريبة. طبعا هلا عم نشوف بعض من تصاميمك أستاذة ميس. تفضلي. بالضبط. هي كانت يعني المشاريع اللي ميزها من بدايتها انه فكرتها غريبه. انا لما صرت اعمل يعني بدات استعمل مواد بسيطه، كرتون وهيك اشياء، بس انه الشيء اللي عم يطلع فكره، انا بعطي الطالب فكره، هاي الفكره اللي بعطيها للطالب كانت كتير تلفت نظره وكتير تجذبه انه ينتبه للماده، ينتبه للمعلمه، والماده تتركز بعقله، حتى تفاصيل بسيطه كنت اضيفها على الوسيله المعلمه يعني ما تنتبه عليها،
يلفت نظرها انه تحكي لي الطلاب انتبهوا على هيك، الطلاب انتبهوا على هيك، احكي لها بعرف انه راح يعني يحبوا هذا الاشي. فهلا هذا الاشي اللي بدا يميز مشروعي. بالفعل لما بديت اعمل اكثر واكثر، بديت اطور المشروع، صرت استخدم مواد اكثر، صرت اعمل تفاصيل الشغل اكثر، ادخل مواد اوليه استعملها اقوى كانت يعني، وتعمل لي المشاريع اضخم واكبر واحلى ومتحركه. هلا طبعا بعديها صارت هاي المشاريع كتير يعني، إنه مثلاً يتواصلوا معي يطلبوا مني أشياء غريبة، أشياء أصعب، يطلبوا مني قواعد إنجليزي، قواعد عربي، قواعد رياضيات، توسع يطلبوا يعني مني مجسمات علمية بمواضيع صارت متنوعة. بالضبط، صاروا يطلبوا مني مجسمات تخصصية، مثلاً مثل أجهزة جسم الإنسان، مثل مجسمات لمباني مشهورة بالعالم يعني. صرت أعمل طبعاً، ألاقيها كتير تحدي هذا الإشي، بس أصر إني أنا لا لازم أعمل، لازم أنتج هذا الإشي. ما شاء الله. فصرت كمان توجهت لشغلة إنه مجسمات، ابتكرت شغلة إنه أعمل مجسمات زي هي بين 2D و3D، هاي ما حدا كمان كان يعملها، كتير تميزت بين الناس. بدأت كمان أعمل يعني بلشت تستخدمي معناتها هون، عفوا أستاذة ميس، تستخدمي تقنية الكمبيوتر والبرمجيات المتاحة، طبعا بلشت تشتغلي على 3D وال2D ولا كيف؟ لا لا لا، مش برمجيات، أنا كله رسم يدوي يعني، أي شيء بحاول أدخله، أي شيء بحاول أدخله كان إنه يكون يعني بالضبط كله شغل يدوي كامل صرف يعني، حتى الرسومات، حتى اللوحات، حتى الكتابة، حتى دخلت يعني، أنا بتتنوع الوسائل عندي، في عندي وسائل رسم يعني بجيب لوحة كبيرة برسم عليها وبعملها بالدهان يعني، صرت أجيب الدهان اللي برسمه فيه على الجدران وأدهن فيه على أساس أعطي ألوان أكثر تجذب الطفل. صرت صار عندي كمان لوحات تفاعلية، إنه تكون مثلا بطاقات مغناطيسية أدخل فيها إشي، أدمج رسمات مع أستعمل صول. بعديها صرت أعمل لوحات مجسمة يعني، نفس اللوحة تكون بارزة إنه عليها، وبعدين صاروا الناس يطلبوا مني مجسمات قائمة بحالها. فأنا حسب يعني حسب الفكرة أو حسب الموضوع اللي بطلبوا مني بعطي يعني، كنت أعطي الناس أكثر من خيار، مرة أعطيها أنه أقولها ممكن هيك عشان أشوف شو اللي بناسبها. رائع كثير هذا الكلام. طيب استاذه ميس، اذا بدنا نتعمق اكثر بالحكيتي، بلشتي تحكي لنا انت عن بعض التحديات اللي ممكن عم تواجهك اثناء انجازك لاي مشروع انت عم تقومي فيه، وخاصه مما يتعلق تصميم ورسم هاي المجسمات او حتى اللوحات. ممكن نتعمق اكثر بهالتحديات اللي عم تواجه الاستاذه ميس؟ بالضبط. هلا بالنسبه للتحديات، اول شيء يعني الكل بيعرف كعلم، الناس مش كتير بنجذبوا للعلم يعني، إنه في مواضيع تانية بتهمهم أكتر. فأنا من التحديات اللي بتواجهني كانت إنه نشر فكرتي، كتير بصعوبة قدرت أنشر فكرتي أو أفهم الناس إنه أنا شو اللي عم بعمله، وإنه أنا اللي عم بعمله مختلف. الإشي الثاني إنه صاروا الناس لما بدوا يعرفوا عني ويعرفوا هيك، صاروا يطلبوا مني أشياء ما معمول فيها وسائل، وصعب كتير تجيبي لها فكرة. بس أنا الإشي اللي ميزني إني أنا الأفكار عندي كانت كلها من ابتكاري، كلها من عقلي يعني، أنا ما كنت أحاول أشوف من الإنترنت شو الناس عاملين أفكار أو شو منتجين، لأنه هذا الشيء بيعمل بلوك للإبداع عندي. حاولت إنه ما أشوف ولا شيء، أدرس المادة مزبوط وأطلع أنا بفكرة جديدة الناس تتفاعل معها، الطلاب يتفاعلوا معها. هلأ هذا الإشي كمان عندي تحدي، لأنه الناس بعديها صاروا يطلبوا مني كتير أشياء صعبة يعني، أشياء ما إلها فكرة، صعب جدا تلاقي لها فكرة. بس أنا ما كنت أرفض، كنت أحكي لهم أوكي بس أعطوني وقت أفكر. حلو. عشان أطلع في نتيجة، والحمد لله بطلع بنتيجة. جميل. الإشي كمان إنه في كتير مرات أنا بكون نفسي أعمل شيء بس كمواد مش متوفرة أو صعب يعني، صعب أعملها أو هيك، فأنا بدي ألاقي إشي بديل عنها عشان أطلع بنفس الفكرة أو أطلع أنتج هذا الإشي بالضبط. فيعني هاي الصعوبات كلها كتير بتواجهني، بالإضافة لأنه لا انه هذا يعني شو كلف كمادة، شو كلف هو تكلفة. كلفني هو صحيح. ما كلفني مواد، ما كلفني مواد بقدر ما هو كلفني فكرة، كلفني تعب، ارهاق جسدي يعني. انا لما اقعد يومين ثلاثة اسبوع وانا مثلا بشتغل بوسيلة ضخمة، لما تقول للناس بيقول لك انه طب اوكي يعني هاي كرتون وصول وفوم واشياء يعني، كلها اشياء انه مش هالدرجة مكلفة، بس هي مكلفة
لانها شغل يدوي، شغل يدوي صرف. نعم. يعني نعم. حتى نعم. لما يعني مره عملت مجسم حيوانات وهيك انه وين كل واحد عايش. يعني حتى وقتها قالت لي اشتري حيوانات جاهزه، قلت لها لا انا بحب كل شيء يكون شغل يدوي عشان انا جميل. الطفل ما يحسه شيء موجود او شافه من قبل. انا بدي الفت نظر الطالب للوسيله انه يحسها شيء بده يستكشفه، شيء ما عمره شاف زيه. ما شاء الله. يعني هذا النقطه اللي بركز عليها باني اشتغل بايدي. طيب استاذه ميس، ذكرتي حضرتك بانه انت تعملي موظفة. هل ما زلت موظفة؟ هل ما زلت موظفة؟ آه طبعاً أنا موظفة، بنزل الصبح على الشغل على دوامي، برجع على الساعة 3 على البيت، طبعاً اليوم مجازة. بعدين مثلاً عندي إنه أجهز الأكل، أدرس ابني وكل شيء. آخر شيء بخلص هاي الأمور كلها وببدأ أشتغل. طبعاً طب الشغل عندي ببدأ من السبعة. على يشكل هذا عائق؟ على يشكل هذا عائق أو تحدي آخر إضافة إلى فكرة استلهام الفكرة وإخراجها بالصورة المبدعة الرائعة التي تقومين بها؟ طبعا يعني هذا إشي كتير صعب ومرهق إلي، يعني لأني أنه أنا مرات مثلا بسهر للساعة 12 واحدة تنتين ثلاثة لما عندي تسليم كتير. المشكلة كمان الناس ما عم بعطوني وقت، يعني أنه بتصلوا علي أنه أوكي بدي إياها مستعجل بكرة. طيب يعني أستاذة ميس، متى ستقرر المهندسة ميس الانتقال والتركيز على إدارة مشروعها الخاص، أم أنك يعني في هذه المرحلة مو وارد هيك تفكير؟ أنه أنفصل تماما عن شغلي عن وظيفتي مثلاً. يعني هل هكذا فكرة قائمة أم صعبة؟ هلأ هيك فكرة حاليا شوي، لأنه علي أكثر من التزام صعبة. يعني ممكن في المستقبل أنه يعني إذا توسع كمان المشروع أو إذا لقيت جهة يعني تتبنى المشروع، لأنه أنا لحالي يعني أنا لحالي حتى حاليا يعني أنا قدي بدي أنتج أو قدي بدي أقدر أعمل مثلاً. يعني لحالي مش كتير، وكمان شغلة المشاريع المدرسية كمان مش كل السنة، يعني في أشهر طبعا الإجازة وهلأ بكورونا يعني شوي في شوي ما في كتير يعني وسائل بتنشغل، لأنه ما في مدارس، مرة بتفتح مرة بتسكر. فهذا الإشي يعني شوي صعب الموضوع. فإنه حاليا صعب أترك شوي، إلا إذا في مثلا جهة داعمة قدرت مثلا تفتح لي يصير مشروع أكبر وأقدر أصدر لبرا، لأنه الصراحة عم يجيني كتير طلبات من برا، يعني بيجيني من المغرب، من الجزائر، من مصر، من الأردن، من سوريا، من دبي، إنه دول العربية عم تبعت لي كتير، من اليمن حتى عم يبعثوا لي إنه بدنا وسائلك. حلو. إنه يعني دبري طريقة تصدري لنا إياها. بس إنه أنا كتصدير لو بدي أعمل وسيلة التصدير حيكون كتير مكلف صحيح. عليهم تمام. يعني أنا بدي لازم كشكل فردي يعني أصلا بدك فريق عمل يكون ساعدك مثلا ممكن تعطيت وكليف عشان ننتج أكثر. أيوة. أو بالتالي كمان يساعدك يعني إنه تصدري هاي المنتج. أنا فكرتي يعني بهذا المشروع أنا لأنها والأفكار كلها عم تعمل نتائج كتير قوية مع الطلاب. نفسي إنه أقدر يعني أطلع هاي الأفكار لكل الوطن العربي، يعني بالنهاية إحنا نفس العلم اللي بنتعلمه. نعم. إنه ممكن شوي اختلاف بالمناهج بس إنه الأساسيات كلها الطلاب بدنا إياها تركز بعائلهم حالياً. يعني احنا مثلا انا اللي اخذته بصف رابع لهلا متذكرته، بس مثلا ابني اللي اخذه الفصل الماضي مش متذكره. يعني الطلاب عمالهم كتير يفلتوا الماده اللي عم يدرسوها، ممكن لانه كتير ضغط عليهم والماده كتير زخمه صارت. نعم. ولانهم هم كتير ملهيين. هلا انا لما اعطيك وسيله، لما اعطي الطفل وسيله يلعب فيها، يعني انا مثلا ابني الوسائل اللي عملتها واشتغل عليها ما بنسى الماده، بضل متذكرها، غير عن الماده اللي انشرحت له طبقها ونسيها. طيب استاذه ميس، بتركز، بضل الطالب متخيل. صراحه حابه اسالك سؤال كثير مهم، وهو انه هدول الوسائل التعليميه المتاحه قديش لاي عمر من يعني شو الفئات المستهدفه؟ خلينا نحكي لمين متاحه، فقط مثلا لجماعه الابتدائي، الطلاب الابتدائي، او ممكن تكون للطلاب الاكبر، او العكس ممكن بس للفئات التحضيريه؟ هلا أنا الوسائل اللي عندي ببدأ من عمر سنتين. يعني الطفل أول ما يبدأ يفهم يعرف يتحكم بإيديه بعملهم دفاتر تفاعلية تعلمهم ألعاب معينة. حلو. يعني بأفكار جديدة، إنه مثلا عن أكل مفيد، أكل هيك، إنه شيء يعني أفيد الطالب. الطفل أدخله إشي تربوي ممكن بس عن طريق لعبة.
حلو. يعني جميل. الطفل ما حيحس حاله عم يتعلم، تمام، بشكل ترفيهي عم حاله بالعكس هو عم يلعب بتعلم. أيوة. بالضبط، بشكل ترفيهي، بس انا بنفس الوقت عم بخاطب عقله الباطن بدون ما هو يحس. تمام. فهو هذا الشيء يعني ببدا من هلأ. طبعاً بتكبر بتبدي تعون الروضة، بيبدو تعون الابتدائي وبعدين تعون الثانوي. طبعاً تعون الثانوي اللي هي المجسمات التفصيلية عندهم، هاي بحاول أتوجه فيها لدكاترة لمعلمين مثلاً هيك، إنه كتير أخذ تفاصيل على أساس إنه أعطيهم معلومة صحيحة جداً. طبعاً أنا كل مجسماتي أو كل وسائلي بدرسها من كل النواحي على أساس إنه ما يكون يعني تكون مغطية الموضوع كامل، يعني ما أعطي ولا غلط. جميل جدا. طبعاً هذه الأشياء بوصل لعند طلاب الجامعة اللي هم بدرسوا أساليب وهيك، بنطلب منهم لأنه يعملوا مشاريع إنه كيف بدهم يدرسوا الأطفال، فبرضه هدول أنا بعملهم. هلا في فئة تانية جديد من سنة تقريباً بدأت أعطيها، اللي هي فئة الحالات الخاصة اللي هم مثلا عندهم توحد، أطفال عندهم تخلف أو عندهم صعوبات تعلم، هدول بدأت أتوجه لهم بمشاريعي. يعني الصراحة ناس حكوا معي إنه طلبوا مني، فصرت أخذ تفاصيل إنه أوكي هدول الطلاب شو خصائص الوسيلة اللي بدي أعطيهم إياها، بدها تكون فيها الوسيلة مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، الوسيلة كأنها مع الشاشة ولا شغالة؟ تفضل. نعم. تفضل، احنا سامعين صوتك وفي تعليق بالشاشة شوي. أيوة. بالشاشة شوي. انا شايفة معلقة عندي. لا ولا يهمك. فهي المجسمات فيها تفاصيل بده يكون كصوت، كلون، يعني كإضاءة، يعني نعم. هذول كثير بدي أركز لهم على مواضيع صعبة شوي انه يعني أركز عليها، بس مضطرة لأنه هدول الطلاب شوي مش أي شيء بلفت نظرهم ومش أي شيء بيقدروا يطلعوا عليه أو يفهموا. هي بتطلب أصلا منك شهد إضافي. بالضبط. نعم أستاذة ميس، عم تسمعينا؟ أنا سامعة. سامعيني انتو؟ تفضلي. تمام. اوكي. هلا هاي الاشياء او هاي المشاريع اللي انا بعملها، طبعا انا اي مشروع بعمله بحاول اتوجه للمعلمه او للاستاذ او للطالب اللي اخذها، لاني بدي اشوف كفيدباك انه شو نتيجه هاي الوسيله، شو اعطت اثر او شو فيها مشكله على اساس اعدلها بعدين. الحمد لله ما بلاقي مشاكل. هلا بالنسبه للطلاب تاعون صعوبات التعلم وتاعون مثلا اللي عندهم توحد وهيك، كمان نفس الشيء، هدول كثير بركز انه ارجع للمعلمة إنه شو نتيجتها، وبالفعل هاي الأشياء عم تعطي نتيجة كتير قوية، يعني لدرجة إنه المعلمة اللي عم بتدرس صعوبات تعلم حكت لي، قالت لي عم يجي عندي دكاترة جامعة، عم يجي عندي من التربية، عم يقولوا لي صرنا 20 سنة بهذا المجال ما شفنا زي هاي الأفكار اللي عندك. وحتى الأهالي عم يتصلوا فيها، عم يقولوا لها إنه أولادنا صاروا يقرأوا وصاروا يكتبوا وصاروا يجمعوا ويطرحوا، هذا الشيء هم ما كانوا يعملوا نهائيا، يعني ما كانوا يقدروا يعملوا نهائيا. طيب أستاذة ميس، عفوا بس أنا حابة بصراحة أعرف منك هذا جواب على هذا السؤال، ما بتخافي ممكن حدا ياخذ حصيلة شغلك وعملك وهالمشاريع الجميلة والمبدعة وينسبها لحاله؟ صارت شيء معك هيك مواقف؟ هلا هاي المواقف صارت الصراحة وكثير، عشان هيك أنا ما كنت بادية، يعني ما كنت عاملة صفحة على فيسبوك ولا شيء، بالعكس كنت متوجهة بس لصفحات دعائية وهيك، يعني حتى على هاي الصفحات الدعائية كنت أنزل مثلا وسيلتين أو ثلاثة، يتصلوا ناس يطلبوا مني وسيلة يقولوا لي لا ما احنا هاي شرينا زيها من حدا تاني ومقلدينها نفسها، بس طبعا مش بنفس الدقة. يعني أنا عندي كتير بركز على التفاصيل وكتير بركز، يعني مستعد أعيد الوسيلة لو 10 مرات بس تطلع صح، تطلع ضمير ما شاء الله يقلدوا بس بكواليتي أقل. في ناس بهمهم الكواليتي، في ناس ما كتير بهمهم، يعني بيقولوا لك إنه نفسها ما نعم. ما فارقة، ما بيشوفوا نعم. الفرق نعم. فإنه هذا الإشي خلاني أبعد شوي عن الفيسبوك، بس من 3 سنين الصراحة، لأنه أنا أول ما بدأت ما كان في حدا يشتغل زيي، كتير صاروا الناس يشتغلوا زيي، يعني ما كان في حدا بيعمل وسائل تعليمية، هلأ كتير مليان، وانتبهت إنه كتير مليان صفحات فيسبوك لهذا الموضوع، وأنا اللي بادية، يعني أنا اللي بادية وما مبينة بالموضوع، فعملت الصفحة، صرت أنزل عليها الوسائل اللي هي صعبة، صعب تتقلد. أيوة. ولدرجة إنه الناس عم يبعتوا لي يقولوا لي إنه
هاي كيف انعملت؟ بحكي لهم هاي فكرتي، بقولوا لي ما بيصير تكتم العلم، الله بلجمك بلجام من النار. قلت لهم هذا مش علم، هذا فكره، يعني هذا فكرتي وتعليم، وانا بالضبط يعني انا اللي بعمله، ما بعطيك اياه عشان انت تعملي زيه، يعني انت لاقي لك طريقه واعملي بفكرتك. إذن لعله استاذه ميس يعني تكبر هذه الفكره بالفعل وتصبح بشكل مؤسساتي حقيقه، وتجدي ذاك الداعم وفريق العمل المبدع الداعم لهذه الافكار لتصل الى اكبر شريحه مجتمعيه داخل فلسطين وخارج فلسطين كما ذكرتي. انا اعتذر منك فقط لضيق الوقت استاذه ميس جمال ابو حجله، مهندسه الحاسوب وصاحبه المشروع التعليمي M&M for Educational Tools. اشكرك شكرا جزيلا، حياك الله. شكرا لك اكيد مدام ميس. شكرا كثير لكم، اهلا وسهلا فيكي. نعم، يعني هذه الفكره